شعر ولا ده؟ عايزاكي في موضوع. رجلك خدت على النزول والحركة كتير، بقيت كل شوية الاقيكي نطلي في حتة. انا مش محبوسة، انا جاية هنا اصلا عشان ما بقاش محبوسة. بشوقك. انت هتفضلي واقفالي كده؟ ما تخلصي قولي في ايه؟ انا فين مكفين؟ الراجل. راجل مين؟ الجزار اللي اتخانقتي معاه المرة اللي فاتت وجابلك البوليس. سلوكة. سلوكة؟ ماله سلوك؟ عاوز ايه؟ بيراقبك وبيستناكي لما تنزلي، ولما يعرف انك مش موجوده بيخبط عليا. نعم يا اختي، خبط عليكي؟ خبط عليكي اللي ان شاء الله. ما اعرفش، اسالي، ما انا جايه عشان اقول لك. ايوه يعني لما بيخبط عليكي بيتنايل على عين اهله يقول لك عاوز ايه؟ اول مره قال لي ان هو ما كانش قصده يجيب البوليس. ما كانش قصده؟ هو يعني كان طالع قامت الحكومه شبكت في طرف الجلابيه وجات معاه من غير قصد. قال ايه كمان؟ ما قالش. اخلصي قولي، شكلك خايفه من حاجه. جه وجاب معاه 2 كيلو لحمه. ايه 2 كيلو ايه؟ لحمه. لا بقى، ده انت حوارك حوار. وجاي لي ليه بقى يا حلو؟ مش عارفه تسلقيها ازاي ولا جاي لي اعلمك تعمليها صينيه؟ لا، جايه اقول لك ان انا خلاص قررت ان انا هقعد معاكي هنا في المحل. انا بقتش قادره اقعد فوق في البيت، بخاف. ايه يا حلو وسطك يا بعيده؟ انت ايه؟ حتى المحل اللي كمان طمعانه فيه؟ مش كفايه النصايب اللي نزلت ترفع على دماغي من ساعه ما ادمك حط عليا؟ اطلعي فوق يا اختي، بلا خايفه بلا مش خايفه. تعالي هنا. لو مش ندد عليكي قوي كده يا اختي، عندك صوتك، ارقعي بالصوت الحقيني فرجي عليهم مثل لا اله الا الله. بلاش، عندك شبشبك نسليه على خلقه ام. يلا يا اختي توكلي على الله، وريني طقساتك وانت ماشيه اللي بتلم عليا اللي يسوى اللي ما يسواش. وبقول لك ايه، حوار المحل ده تنسيه من مخك خالص، ده محلك لعيش يامه. ده انت صايب الصوت اللي بتتحدف عليا وانا قاعده دي، انا ناقصه. مساء الخير. مساء النور. ايه فينك مش باينه؟ انا موجوده، بس انا اصلا ما بجيش هنا كتير، لازم ابقى متفقه مع اصحابي عشان كده بنيجي. يعني هم جايين دلوقتي؟ خساره، مش هنعرف نقعد مع بعض. ليه، انت كنت عايز تقعد معايا بصراحه؟ طب يلا بينا قبل ما يجوا. على فين؟ مش قلت لك سيب لي نفسك خالص؟ السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيت الاستاذ فواز اللي شغال في مستشفى بريش، ساكن فين؟ ساكن فوق في الدور الثاني. هنا يا حاج؟ شكرا يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مساء الخير يا عم الامور. وفاء حاجة يا رايق؟ لا مفيش حاجة يا كينج. أصل شايفك رايح جاي من شوية كده زي اللي ضايع منه حاجة. لا والله، رحت أشتري علبة سجاير وديت الراجل 100 جنيه، ببص في جيبي ما تلقيتش الباقي، فبدور عليها يعني هنا مفيش حاجة يعني. ماشي يا نجم، ربنا عطرك فيهم، بس بيدور على باقي 100 جنيه بدور عليهم في الأرض مش في الشبابيك. ممكن حد لقى ال 100 جنيه وطلع، وعلى العموم حصل خير، أشوفه الشوكو سانكس. هي كان اسمها إيه؟ هي مين؟ هي نجوان. كنت بتحبها؟ بحبها قوي. هبلة يعني؟ هي نجوان. اشمعنى؟ عشان الراجل اللي يحب بالشكل ده يبقى راجل اهبل، سوري يعني. والست اللي تلاقي راجل اهبل زي ده تبقى هبلة كمان لو فرطت فيه. انا حبيت الحب اللي ممكن يخليكي تدي روحك للي بتحبيه من غير ما تفكري. لو كانت قالت لي اعمل في نفسك حاجة بس علشان ابقى مبسوطة كنت هنفذ فورا. ايه اللي انا عملته غلط يا سارة؟ ايه اللي ممكن في الدنيا يخلي واحدة ترمي حب زي ده ورا ظهرها؟ فلوس، علاقات، المنصب، كل دول عندي. رجولة، انا قدامك اهو يا سارة. فيا مشكلة؟ عندي حاجة غلط وانا مش عارف؟ هي اللي خسرانة على فكرة، بجد هي اللي خسرانة مش انت. سارة أنا لسه بحبها لحد دلوقتي، حياتي ملهاش أي طعم من غيرها. تخيلي لو رجعت، أنا مستعد أنسى كل اللي عملته. مش بقول لك هبلة، ما تستهلكش. أنا إن كان عليا يا أختي أنا كان ممكن أبيتك عندي، بس أنت عارفة بقى إن أنا عندي شاب يعني في سن الجواز
وانت بصراحة ربنا وما تاخذنيش يعني ما تضمنيش. حتى انت برضو يا خالتي الله يسامحك. ايه ده انا هنا ايه؟ اما وريتك يا كوريا الكلب انت وسلومة انا نوالة بقى فرجة الحتة. طب والعمل ايه يا خالتي؟ هنهبب ايه في ام اللي انا فيه ده؟ هبات في الشارع يعني زي المجازيب ولا ايه؟ لقيت لك الحل يا بنت، رغم انك انتي كده وكده يعني، بس سبحان الله ربنا مسهلهالك. فانت بقى يا سيدنا الشيخ هتاخد البت نوال من ايديها توصلها لجوزها سلوم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، هو انا قلت حاجه عيب؟ الراجل هيكبر لك، هتقول له رجعها لعصمتك هيرجعها على طول. دول روحهم في بعض وما لهمش غير بعض، بس الشيطان شاطر. لكن يا اخت نوال، انت تذكرين انني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش، تذكرين؟ يا اختي ايه انت، ايه شيطانه في خرابي؟ مفيش حاجه ما بيننا يا شيخ، ده احنا اخوات. والله غالب على امري، فلنذهب للاخ سلومه لكن بشرطين. انت لسه هتتشرط علينا؟ قول يا سيدنا الشيخ. قول. ان ترافقينا يا ست ام سوكا، لان موقعي ووضعي لا يسمحان ان اسير مع الاخت نوال بمفردنا في الطريق العام. انا ما وريش غير نوال. روحي مع نوال وتعالي مع نوال، ما كانش حته طبق رز بلبن اللي طبحتهولي. ها طيب والشرط الثاني ايه؟ الشرط الثاني ان شاء الله انا ساتوصل، ولكن غير مسؤول عن النتيجه. نعيما يام، اديني سبختهولك اهو، رجعتك بنت 18. 18 سنه ايه يا كوريا؟ يا بنت يا بنت، هو الزمن بيرجع لورا؟ يا ولي يا ولي، ده المثل بيقول ورنش البوسه تبقى عروس، وانا ورنشتك اهو لمعتك وخليتك ولا اللي بكرتونتها. روحي الله ينوي عليك يا كوريا، خليتيني حلوه. إله شوفك زي ما انا عايزه يا رب. خدي بقى حمام الزيت ده كمان. بصي بقى، ده هيليس لك شعرك، ينزله كده على وشك لا تعرفي تشوفي من القصه يمين ولا شمال. ده حلو ها؟ اجربه. ماشي زي بعضه. خدي يا كوريا. يو ومالك يا ولية زي اللي بتديني حسنه كده؟ ده انا الفلوس دي باخدها منكم كده حاجه رمزيه يعني، وانتوا حد فيكم يقدر على اجرتي اللي استحقها؟ على فكره يا كوريا، انت بقى لسانك زي الفرقله، وانت عارفه لو ما كانتش ايدك حلوه ما كانش حد دخل المحل ده. يلا انا ماشي، عايزه حاجه؟ لا شكرا، يومك شبه. اقعدي بالعافيه. ازيك يا كوري؟ انت زعلانه بجد بقى. طب بصي يا بنت الحلال، انا مش عاوز حاجه منك، المفروض بعد اللي عملتيه ده ما اعرفكيش تاني، بس انا جاي عشان افهمك حاجه واحده. نوال هي اللي طلعت لي بالعمود يا كوري، وانا اتخانقت معاها ونزلتها قدام سوكا، ومن الاخر كده نوال هي اللي راميه كتتها عليا وانا مديها السكه. من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال. نوال دي زي ما مسحت الجزمه اللي الواحد يمسح فيها جزمته وهو معدي. وانا لما كدبت عليك وقلت لك ان العمود بتاع البت الممرضه ده كان عشان ما اعملكيش مشاكل ولا العبلك في دماغي. انت عالي يا كوريا، ما تنزليش نفسك لنوال. انا كده خلصت اللي عندي. سلام. وعلى فكره دي محقوقالي يا كوريا، وبتجامد قوي كمان. سلام يا اسطى. Tonight all bills will be on my check. This will be very expensive, Mr. Mahon. No problem. This day is very special for me. It's Neguan's birthday. I want everybody here to be happy. Go, go, go. Ladies and gentlemen, it's a very special day for Mr. Malwan and he wants to share it with you all. So he promised that all the bills will go on his check. Thank you, thank you.